يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم لو سأل الإنسان الله سبحانه وتعالى بفضل القرآن الكريم أو عظمه أو بفضل إحدى سور القرآن، هل له ذلك؟ لا أعلم شيء من هذا، لكنه يسأل الله بالقرآن أو يسأل الله بصفة من صفاته، يتوسل إليه بصفة من صفاته، أما بفضل القرآن أو بحق القرآن وما أشبه ذلك لا أعرف شيء من هذا. نعم.